കുറച്ച് നല്ല കോരിച്ചെരിയുന്ന മഴ പെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ മജ്ലിസിന്റെ കബൂലിയത്ത് ഉണ്ടാകും. ഒരുപാട് മലായിക്കത്തുകളുടെ സാന്നിധ്യവും അമ്പിയാക്കളുടെ സാന്നിധ്യം മഹാന്മാരുടെ സാന്നിധ്യം ഈ മജ്ലിസിന് ഉണ്ട്. റസൂലുള്ളാന്റെ മദ്ഹ് പാടുന്ന മജ്ലിസിന് വളരെ അധികം പ്രാധാന്യമുണ്ട്. പാടുന്ന ചൊല്ലുന്ന ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു പ്രാധാന്യവുമില്ല. അതുകൊണ്ട് എല്ലാ അദബും പാലിച്ചുകൊണ്ട് സ്ത്രീകളൊക്കെ അവരുടെ ഇസ്ലാമിക പരമായുള്ള രീതിയിലുള്ള ഔറത്തൊക്കെ മറച്ചുകൊണ്ട് പുരുഷന്മാർ തൊപ്പിയുള്ളവരൊക്കെ നല്ലതുപോലെ തലമറച്ചുകൊണ്ട് ഇരിക്കുക. അല്ലാഹു കബൂൽ ചെയ്യുമാറാവട്ടെ. ആമീൻ ബിറഹ്മതിക യാ അർഹമർ റഹീമീൻ. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. ഇന്നല്ലാഹ വമലായികതഹു യസല്ലൂന يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه يا سيد الأبرار يا سيد الأبرار جئتك قاصدا أرجو رضاك وأحكمي بهماك والله يا خير الخلائق إن لي قلبا مشوقا لا يروم سواك أدم الصلاة على الحبيب محمد رسول الله نبير الصلاة പതിവാക്കണം എന്നാണ് അറബിയിൽ പറയുന്നത്. എന്നിട്ടങ്ങളെ പേര് കേൾക്കുമ്പോൾ ഉറക്ക സലാത്ത് ചൊല്ലണം. അങ്ങനെ ഇല്ലാത്തവൻ പിശുക്കനാണെന്ന, എത്ര പണമുണ്ടായിട്ടും ചെലവഴിക്കാത്തവനേക്കാൾ ഏറ്റവും വലിയ പിശുക്കൻ സലാത്ത് നബി തങ്ങളുടെ പേര് കേൾക്കുമ്പോ സലാത്ത് ചെല്ലാത്തവനാണ്. ഒച്ചത്തിൽ بين القبول وردها إلا الصلاة على الحبيب محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه. الله يا عظيم أنت العظيم قد همنا هم عظيم وكل همين همنا يا هنو بيس منك يا عظيم الله يا عظيم أنت العظيم قد همنا هم عظيم وكل همين همنا يا نبيس منك يا أنت اللطيف لطيف لم تزل أنت القديم قديم في الأزل الله أنت اللطيف لطيف لم تزل أنا أزيل ما قد نزل من فديه
الشديد الله يا عظيم أنت العظيم قد همنا هم عظيم فكل هم همنا يا نبي يا عظيم حي قديم قديم مجيد الله باقي غني غني مجيد حي قديم قديم مجيد باقي غني غني مجيد عدل إله إله واحد بار رؤوف بالعبيد الله يا عظيم أنت العظيم قد همنا هم عظيم وكل هم من همنا يا نبيس بك يا عظيم كتب عن صلبي الحباب والبتول المستطاب للمستطاب والنبي ثم الصحابة والنبي ثم الصحابة فأحسى دعوة مجابة صلى الله على محمد صلى الله قد تلا قد منهم أمرا أعظم زوجاتي قدرا قد تلا قد منهم أمرا خطبت أحمد بكرا خطبت أحمد بكرا منه شبابا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم في خديجة وهي أحرى إن في الجنة حسرى في خديجة وهي أحرى وعطى يا الله تترى وعطى يا الله تترى فوقها صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم أرنا وجه الرسول أرينا وجهه
الرسول وخديجة والبتول وبني زهر الفحول السلالة يا مجمع كمالا يا جد السلالة يا مجمع كمالا يا جميل في جمالا جمال كلامي زالا يا جميل في جمالا جمال كلامي زالا واقط للبودورة أحمد مقتبس بنورا فائق للبدورة مقتبس بنورا مشتاقنا أزورا مشتاقنا أزورا مشتاقنا أزورا مشتاقنا أزورا عند الدمع سالا يا جد السلالة كلامي سالا يا جميل في جمالا
جمال كلامي سالا يا كنبي يا عيدا سحانا هنيا رؤياك النبي سعادات هنيا بريقها العطري يا بريحها العطري يا بالنوم أوغى يا علا يا جد السلالة يا مجمع الكمالة يا مجمع كمالا يا جميل في جمالا جمال كلامي ثالا يا جميل في جمالا جمال كلامي ثالا أسد فوق نارا حيدر حيدر الكرارا أسد فوق نارا حيدر حيدر القرارا كم بالسيف سالا كم بالسيف سالا كم بالسيف سالا كم بالسيف سالا كم رعد الجبال يا جد السلالة يا مجمع كمالا يا جد السلالة يا مجمع كمالا يا جميل في جمالا جمال كلامي ثالا يا جميل في جمالا جمال كلامي ثالا إننا نبينا عند ضوء أتينا إننا نبينا عند ضوء أتينا يا جد الحسينا يا جد الحسينا السلالة يا مجمع كمالا يا جد السلالة يا مجمع كمالا في جمالا جمال كلامي ثالا يا جميل في جمالا جمال كلامي ثالا ഹൃദയം തിങ്കല ഗജ വിശലായി പോരിശയോദ പാട അഹദിൻ നമ്പിയ രാജ റസൂലഴകേ ത്വാഹ അല്ലാഹുമ്മ അല്ലാഹുമ്മ സല്ലി അലാ സയ്യിദിനാ يا جمال النبي يا حنان النبي يا جمال النبي يا حنان النبي والله العظيم يا ناس ما لنا غير النبي يا جمال النبي يا حنان النبي يا جمال والله العظيم يا ناس ما لنا غير النبي نور المصطفى بلسا بالورى طلسا نور المصطفى بلسا ذكر بالورى طلسا أول ما ربي أقسى بحياتي سيدنا النبي يا جمال النبي يا حنان النبي يا جمال النبي يا حنان النبي والله العظيم يا ناس ما لا
ഖസീദത്തുൽ ഹുർദ കുറഞ്ഞ ഭാഗം ഇൻഷാ അല്ലാണ് എല്ലാവരും ജവാബെത്തുന്ന നേരത്ത് മൗലായ സല്ലി വസല്ലിം ദ ഇമൻ അബദ എന്ന ആ ജവാബ് ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ചെല്ലണം. അള്ളാഹു കബൂൽ ചെയ്യുമാറാവട്ടെ. ഒരുപാട് രോഗമുള്ള ആളുകൾ, ക്യാൻസറും ട്യൂമറും അറ്റാക്കുകളും അതുപോലെ ഹൃദയ സംബന്ധമായ രോഗങ്ങൾ ഒരുപാട് കാലമായി രോഗമായി കിടക്കുന്നവർ, അങ്ങനെ പലരും ദുആ കൊണ്ട് വസീയത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇന്ന് ക്യാൻസർ ഒക്കെ പടർന്ന് പന്തലിക്കുന്ന സമയമാണ്. വസീദത്തുൽ ബുർദ അതിന്റെ ഒരു പരിഹാരമാണ്. ഇമാം ബൂസൂരി തങ്ങൾക്ക് രോഗമുണ്ടായ സമയത്ത് അവിടത്തേക്ക് ശമനം ഉണ്ടാവാൻ വേണ്ടി അവിടെ നിന്ന് നേർച്ചയാക്കിയതാണല്ലോ വസീദത്തുൽ ബുർദ. അതുകൊണ്ട് രോഗമുള്ളവരൊക്കെ മനസ്സിൽ കരുതി ഇഖ്ലാസോടുകൂടെ ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ചെല്ല, അള്ളാഹു കബൂൽ ചെയ്യുമാറാവട്ടെ. الحمد لله منشئ خلقي من عدمي ثم الصلاة على المختار في القدم مولايا مولايا صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كله بي أمن تذكر ما زجت دمعا جرى من مقلة بدمي أم هبتي بهم تلقاء كاظمة وأومض البرق في الظلماء من نظمي فما لعينيك إن قلت كفوفا غمتا قلبك إن قلت استفق يهمي مولايا مولايا صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم أيحساب صب أن الهب منكتم ما بين منسجم هو مغفرمي لولا الهوى لم تورق دمعا على طللي ولا أرقت لذكر الباني والعلمي فكيف تنكر حبا بعدما شهدت به عليك عدول دمعي والسقمي مولاي مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ما أثبت الوجد خلقي عبرتي إن مضأنا مثل البهار على خديك والعدم نعم سرى الحب يعترض النذات بالألم يا لائمي في الغوى العذر معذرة يا لائمي في الغوى العذر معذرة مني إليك ولو أنصفت لم تلو بي مولاي صلي إيمان أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم عدتك حاليا لا سري ببستطير عن الغشاة ولا نائب منحسب أصحبتني النصح لكن لست أسمعه المحيب عن العذال في صمامي إني اتهمت نصيح الشيب في عذالي إني اتهمت نصيح الشيب في عذالي والشيب أبعد في مسح عن التهم مولاي
يا صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. فإن أمرتي بالسوء متى عظى من جهلها بنذير للشيب والهرب. ولا أعدت من الفعل الجميل قيرا ضيف ألم برا سي غير محتشب. كنت أعلم أني ما أطيره كتمت سرا بدا منه بالكتب. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ولي برد جمال من غضاياتها كما يرد جمال بالخيل بالجوف. فلا ترم بالبعاد سكسر شغبتها إن الطعام يقر بشهوة النهب. والنفس كطفل تهمله شبع على حب الرضاع وإن تفطمه يا فاطم. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير بالخلق كلهم. صرفها باحا باحا ذر أن تواليه إن الهوى ما توالى يصبي أو يصبي. وراعيها وهي في الأعمال زائمة وإن هي استحلت المرعى فلا تسبي. كم حسنت لذتان في المرعى قاتلتان من حيث لم يدري أن الصوم في دسمي. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. واخشى الدس عيسى من جوعي ومن شبعي فربما خمسة شرمنا تخضي. واستفرغ دمع من عيني قديم تلآن من المحارب والسمح يتندمي. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ولا تطع منهما خصما ولا حكما فأنت تعرف كيف الخصم والحكم. أستغفر الله من قول بلا عمل لقد نسبت به نسلا لذي عقب. أمرتك الخير لكن ما أتمرت به
فما قولي لا تستقبي ولا تزودت قبل الموت نافلة ولا أصلي سوى فرض ولم أصومي مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم صدقت سنة من أحيا الظلام إلى أن اشتكت قدما الضر من ورمي وشد من ثغبين أحشاءه والطغى تحت الحجارة حمت رفع الأدم ورابدت ظل جيبان للشم من أغم عن نفسه فارى أيما شمم وأكدت زهده فيها غرورته إن الغرورة لا تدعو على وكيف تدعو إلى يا غرور تطمان لولاه لم تخرجي من يقين العذاب مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد كونين وثقلين والفريقين من قرب ومن عجب نبينا الأمير ناهي فلا أحد أبى في قولنا منه ولا نعم ترجى شفاعته لكل هول من أهوال مقتحمي والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من أهوال مقتحمي والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحمي مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم دعا إلى الله فال مستمسكون به تمسكون بحبل غير منفصم بقى النبيين في خلق ففي خلق ولم يدانه في علم ولا كرم وكلهم برسول لله ملتمس رشفا من البحر أو رشفا من الديم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وإن بمدي إن أستقيل به ذنوب عمر مضى في الشعر والختم إذ قل أدادي باب تخشى عواقبه كأنني بهما هدي من النعم أتعد غي صبا الحالتين وما في الحالتين وما حصلت إلا
صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. فيا خسارتنا سم في تجارتنا لم تشتري دنبي دنيا ولم تسمي العقد في بيع وفي سلم. إن أتي ذنبا فما أهدي بمنتقلي إن أتي ذنبا فما أهدي بمنتقلي من النبي ولا حبلي بمنصرمي. مولاي صلي وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. فإن لي ذمتان منه بتسميتي محمدا وهو الخلق بذممي إن لم يكن في معادي أخي ذنب يدي فضلا إلا فقر يا زلة القدم. أشاك أن يحرم دائما ابدا على حبيبك خير بالخلق كلهم. ومنذ الزمت كريما دائحه وجدته لخلا ولي فوت الغنى منه يدا تربت إن الهيا يمت أزهار في الأكم. ولم أرد زهرة دنيا التي اقتطفت زهير بما أثنى على هرمي. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. صل وسلم وبارك عليه. എല്ലാവരും നല്ല ഉച്ചത്തിൽ മൗലായ ചൊല്ലൂലേ ഒരു മൗലായ ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. യാ റബ്ബി ബിൽ മുസ്തഫ ബല്ലിഗ് മഖാസിദനാ.